السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من الجميع مره اخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالاحداث الحصريه. كنتمنى من الجميع اللي كيشاهد الفيديو انه يدعمنا بالضغط على زر الاعجاب وايضا تفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد. وبلا ما نطول عليكم غنخليكم مباشره مع عناوين هذه الحلقه. منية المكيمل تدخل مستشفى الأمراض العقلية وهذا هو السبب. دنيا بطمة تروي تفاصيل تعرضها للسرقة بالشارع. شروط الفنان العالمي سعد المجرد للغناء في الأعراس. تتويج لطيفة رأفت بلقب سيدة الأناقة والجمال بشخصية إسماعيل آغا ربيع القاضي أمير تركيا في مسلسل تاريخي. تامر حسني يثير قلق متابعيه بسبب اختفاء أمال ماهر. نقابة المهن الموسيقية تدخل على الخط. أول تعليق من والدي نيرة أشرف بعد الحكم على قاتلها بالإعدام. أعلنت الفنانة منية المكيمل دخولها مستشفى الأمراض العقلية بأحداث أعمالها التلفزية، وذلك عبر خاصية أسطوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وعمدت المكيمل على مشاركة صورة لها من كواليس العمل من داخل غرفتها بالمستشفى، أرفقتها بتعليق ساخر كشفت من خلاله سبب الوعكة النفسية والصحية التي تعرضت لها. وعلقت المكيمل على هذه الصورة قائلة: عاجل. نقلت الفنانة منية إلى مساحة الأمراض العقلية جراء انهيار عصبي تعرض له بسبب الفنان المدعوم مصطفى السميري، حيث ما خلاش لها حقها متجاجد العرس والدغميرة. وتابعت قائلة: وبه وجب الإعلام والسلامة، دعواتكم لها بإعراض العراسية أخرى في القريب العاجل. وعادت منية المكيمل عبر ستوري لاحقة ظهرت فيها وهي مستلقية على سريرها بالمستشفى، أرفقت بتعليق جاء فيها: الله يأخذ الحق ما بقت صحبة. من جهة أخرى كانت المكيمل قد تقاسمت مع بها سابقا تفاصيل شخصيتها بفيلم أو مالولو للمخرج عبد الحي العراقي، وتجسيدها لدور الزهرة وهي الشخصية التي كشفت إعجابها وحبها الكبير لها، وأيضا أوجه التشابه بينها وبين جدتها الراحلة التي كانت تدعى أيضا الزهرة. تقاسمت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع متابعيها قصة تعرضها لسرقة هاتفها وتفاصيل مطاردتها للسارق التي أعادت تداولها إحدى الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وروت دنيا تفاصيل تعرضها للسرقة بحي الهودة من قبل لص سرق هاتفها لتقوم بمطاردته في جميع الاتجاهات قبل أن يسبقها ويضع دراجته عند حارس للدراجات ويصعد إحدى العمارات. وكشفت الفنانة المغربية طريقة تعرفها على الدراجة الخاصة باللص من ضمن الدراجات الشبيهة بها والتي كان محركها لا يزال ساخنا، لتعمد على الاتصال به عبر هاتف صديقتها وتخير بين إرجاع هاتفها أو الاستيلاء على دراجته والاتصال بالشرطة، الأمر الذي دفعه إلى الاستسلام وإرجاع هاتفها رفقة أحد الشباب. وحظيت قصة بطمة بتفاعل كبير من قبل متابعي هذه الصفحة الذين أشاد الكثيرين منهم بشجاعتها في مطاردة السارق وذكائها في التعرف على دراجته وأيضا في استعادة حقها بكل سلامة. خطف الفنان المغربي سعد المجرد الأضواء خلال الفترة الأخيرة بإحيائه لمجموعة من الأعراس داخل المغرب وخارجها، كان آخرها بمصر. مصادر مقربة من البوب ستار المغربية أكدت لأحد المواقع الإلكترونية أن هذا الأخير يضع العديد من الشروط مقابل إحيائه للأعراس، منها كاشي مهم مع ضمان إقامته وباقي فريقه في فنادق مصنفة، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف تنقلها. وأكدت المصادر ذاتها أن المجرد أحيا نهاية
الأسبوع المنصرم حفل زفاف أحد رجال الأعمال بالقاهرة، حيث اشترطت إدارة أعماله على العروسين مبلغ 150 مليون لتقديم فقرة غنائية لا تتعدى مدتها ساعة من الزمن. وأوضحت المصادر ذاتها أن المجرد حل بالمغرب مباشرة بعد حفله بمصر، حيث استغل الفرصة للقاء أقاربه وحضور إحدى المناسبات العائلية. الجدير بالذكر أن سعد المجرد التقى جمهوره خلال الفترة الأخيرة في العديد من البلدان العربية منها السعودية والإمارات، كما يستعد لإحياء العديد من الحفلات خلال الأشهر المقبلة. عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت عن سعادتها عقب تتويجها يومي السبت المنصرم بلقب سيدة الأناقة والجمال والفن المغربية ضمن فعاليات مهرجان فن القفطان في دورته السابقة. وشاركت لطيفة رأفت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، توثق من خلاله لحظات تتويجها وتواجدها بالمهرجان، أرفقته برسالة شكر للجمهور والمنظمين. وكتبت لطيفة رأفت: شكرا على حسن استقبالكم جمهور مدينة أكادير الرائعة، شكرا جزيلا لمهرجان فن القفطان في شخص السيد عصام الفيلالي وزوجته صفاء على التكريم بلقب سيدة الأناقة والجمال والفن المغربية. وتابعت قائلة: أخجلتم تواضعي، شكرا على تفاعلكم مع جديدي الفني الذي قدمته حصريا في هذا الحدث الفني الجميل، ممتنة لحبكم وتقديركم وأؤكد لكم أنه متبادل. يطل الممثل ربيع القاطي على جمهور الشاشة الصغيرة بعمل تاريخي جديد من إخراج المغربي إبراهيم شكيري وإنتاج قناة MBC وانا. وكشف ربيع القاطي في تصريح خاص به أحد المواقع الإلكترونية أنه يجسد شخصية القائد إسماعيل آغا، وهو أحد الأمراء الأتراك الذين برزوا في حقبة زمنية معينة. وأضاف ربيع القاطي أنه يتقاسم البطولة مع عدد من الممثلين المغاربة من بينهم كليل بن عيلات، مشيرا إلى أن هذا العمل التاريخي يضم أسماء سعودية. وعلى مستوى الإنتاجات المغربية، تحدث القاطي عن الجزء الثاني من مسلسل ولد العم، مبرزا أن شخصية المهدي ستظهر بشكل مغاير في هذا الموسم. يشار إلى أن آخر أعمال ربيع القاطي كان مسلسل نصف قمر خلال شهر رمضان الماضي، وهو دراما اجتماعية تدور حول حادثة تغيير طفلتين في مصحة للولادة. أثار الفنان المصري تامر حسني قلق متابعيه عبر حسابه الشخصي بالإنستغرام عقب نشر تدوينة يتحدث فيها عن الأمراض الخطيرة وأهمية زيارة الطبيب. وفور نشر الفنان تامر حسني التدوين عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على الإنستغرام، انهالت عليه الرسائل من طرف المتابعين والمحبين الذين ظنوا أنه يعاني من أزمة صحية. وعاد تامر حسني بعدها بساعات قليلة بتدوينة جديدة يطمئن من خلالها متابعيه عن حالته الصحية قائلاً: يا جماعة أنا الحمد لله، أنا بس أي معلومة مفيدة بسمعها بحب أوصلها لكم. ووجه الفنان المصري تامر حسني رسالة شكر لكل من سأل عنه من خلال الرسائل وحاول الإطمئنان عنها، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي شيء. أصدرت النقابة المصرية للمهن الموسيقية بيان توضيحي على إثر الضجة التي أثارها رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب خبر اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر. وفي هذا الصدد كشفت عبر ذات البيان أنها تواصلت مع أسرة الفنانة أمال ماهر التي تعيش حياة هادئة بين أسرتها، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، قائلة: النقابة لن تجد أي عضو في أزمة ولن تقف بجانبها، بل هي سند لكل الفنانين الأعضاء. وضجت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تفيد احتجاز واختطاف وكذا تعذيب الفنانة المصرية أمال ماهر من طرف طليقها، الأمر الذي جعل نقابة المهن الموسيقية تدخل على الخط وتحسم الجدل وجميع الإشاعات الرائجة. نشرت وسائل الإعلام المصرية رد فعل أسرة الطالبة نيرة أشرف بعد الحكم بإحالة أوراق قاتلها إلى المفتي تمهيدا لإعدامها. واكتفت والدة الضحية بعبارة: الحمد لله بعد الحكم، بينما كانت تهم بالخروج من مبنى المحكمة وسط جمهور كبير من الصحفيين والمواطنين. أما والد نيرة فقال: أنا أثق بالقضاء المصري دائما،
كما ردد عبارة الحمد لله وأكد أنه سيقيم العزاء بعد الحكم. وقررت محكمة جنايات المنصورة الثلاثاء إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها. والأحد الماضي عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات محاكمة الطالبة المتهمة بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وشهد محيط المحكمة تجديدات أمنية مكثفة على كل المداخل، وانتشرت قوات الأمن المركزي المصرية بمحيط القاعة استعدادا لبدء المحاكمة. وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت الأربعاء الماضي بيان بشأن الجريمة التي تعرضت لها الفتاة المصرية نيرة أشرف قبل أيام على يد أحد زملائها على بوابة جامعة المنصورة في حادثة هزت البلاد. وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وبعد قرار مفتي مصر قررت المحكمة إعدام هذا الشاب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.